مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام. ست هدى حزينة على ابنها اللي كان الوالد رحمة الله عليه كان شديد قوي مع ابنها زوجها يعني. فالولد بعد الثانوية العامة الوالد توفي، وهو يعني كأنه خرج يعني من أو انفك من عقاله، يعني طلع بقى انفلت ماشي مع نفسه يعمل بقى اللي عايزه، وهي مش عارفة تحكم السيطرة عليه. ويبلغ من العمر 32 سنة، بتقول حاولت معاه كل المحاولات، لا نستمر في الدعاء الدعاء الدعاء. قولي اللهم إني عجزت عن إصلاح ولدي، اللهم فأصلحه لي. قولي ده في جوف الليل، فالدعاء فيه أسمع. ونسأل الله سبحانه وتعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في وأقولها بحضور قلب، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من أدعية القرآن المهمة واللي المفروض إحنا نرددها، مش بس وقت ما أحس إن ذريتي أو أولادي فيهم حاجة مضايقاني أو تعباني أو إن هم ليسوا على الجادة أو ليسوا على الصواب. لابد الإنسان يدعو بهذا الدعاء. أدعية القرآن لا نهجرها وندعوها بحضور قلب: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، لأن إحنا مهما نعد نعم الله علينا فلا تعد ولا تحصى. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. سل الله في جوف الليل، فالدعاء فيه أسمع، وسل الله عقب الصلوات، وصل الله في سجودك في الصلوات، وسل الله سبحانه وتعالى في ساعة الجمعة. ترقبي هذه الأوقات الشريفة والأزمان والأحوال الشريفة للدعاء والإلحاح، الإلحاح الإلحاح بالدعاء. لا مانع من إن أنا أستعين إذا كان ذلك في الإمكان بمتخصص أو بأهل التخصص النفسي، إزاي أتعامل مع ابني في المراحل دي عشان ما تتحطيش أنت كمان في ضغط نفسي جامد. لأنه لما بعامل يعني نفس معوجة قد تضع الإنسان في كثير من الضغوط اللي ربما تأتي بالمرض أو الحالات النفسية اللي ممكن يتأثر بها. إن كان ذلك ممكنا فهو برضو من باب الأخذ بالأسباب، إزاي أتعامل معاملة تكون ناجحة لإصلاح هذا الشاب وتعديل الحالة السلوكية بتاعته. وأسأل الله تعالى إنه يهديه ويبصره بالخير قبل فوات الأوان. اللهم آمين.